بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي بنات التلاميذ والتلميذات، أسعد الله يومكم. اليوم سوف نقدم لكم درس ضمن دروس مكون مادة التربية على المواطنة ضمن سلسلة الدروس التفاعلية التي نبثها لكم. لهذا أرجو أن تستمعوا وتركزوا جيدا من أجل استيعاب ما سيعرض لكم. إذن على بركة الله، لاحظوا هذه الصور أبنائي بناتي التلاميذ، وحددوا الهيئة التي تدافع عن حقوق العمال. سمي من خلال هذه الصور، سمي الهيئة التي تدافع عن حقوق العمال. وكذلك نعم، إذن أحسنتم، إذن هذه الهيئة هي النقابات وكذلك المنظمات المهنية. إذن عنوان درسنا اليوم هو كالتالي: النقابات والمنظمات المهنية. ننتقل إلى التعلم وهي كالتالي: الهدف الأول سوف نتعرف من خلاله على معنى النقابات والمنظمات المهنية. الهدف الثاني ضبط شروط تأسيس النقابات. الهدف الثالث تحديد أساليب العمل النقابي. وباتباع الخطوات التي نقوم بها أثناء حصصنا سوف نقوم بتحويل هذه الأهداف إلى إشكاليات من أجل بناء درسنا. إذن تعرف معنى النقابات والمنظمات المهنية نسوغه على الشكل التالي: فما معنى النقابات والمنظمات المهنية؟ وما شروط تأسيس النقابات؟ وما أساليب العمل النقابي؟ لكي ندرجها في المقدمة. إذن مقدمة هذا الدرس هي كالتالي: يضمن الدستور المغربي حرية ممارسة العمل النقابي وتأسيس المنظمات المهنية. فما المقصود بالنقابات والمنظمات المهنية؟ وما هي شروط تأسيسها وأساليب عمل؟ إذن سنحاول أن نجيب عن الإشكال الأول، وهو مفهوم النقابات والمنظمات المهنية وشروط تأسيسها. إذن سوف نستعين بالوارد في الكتاب المدرسي منار الاجتماعيات لكي نستخلص تعريف للنقابات وكذلك المنظمات المهنية. إذن النص يقول: النقابات تنظيمات تستهدف حقوق حماية حقوق العمال الذين يتعاطون مهنة واحدة أو مهنا يشبه بعضها بعضا أو مرتبطة بعضها ببعض، كما تستهدف تحسين ظروف عملهم قانونيا وماديا. أما المنظمات المهنية فهي اتحادات ومنظمات تضم أبناء مهنة واحدة وتسعى للحفاظ على شرف المهنة والارتقاء بمستواها وتطويرها، كما تسعى للحفاظ على مصالح الأعضاء. إذن من خلال هذا النص سوف نقوم باستخراج أهداف النقابات. نعم، استخراج أهداف النقابات. إذن فالنقابات من خلال هذا النص كما يتضح لكم أبنائي بناتي التلاميذ، فالهدف منها هو حماية حقوق العمال، حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم قانونيا وكذلك ماديا. بمعنى أن الهدف من تأسيس نقابات هو الدفاع عن حقوق العمال وأيضا تحسين ظروف عملهم قانونيا بوضع قانون يليق بهذه الفئة ويحفظ حقوقها، وماديا من خلال مثلا مطالبة بالزيادة في أجورها. إذن أهداف المنظمات المهنية، فأهداف المنظمة المهنية كما تلاحظون تختلف عن النقابة. فالمنظمة المهنية تهدف إلى الحفاظ على شرف المهنة والارتقاء بمستواها وتطويرها. إذن كما تلاحظون أن هناك اختلاف بين النقابة والمنظمة المهنية. النقابة هدفها حماية حقوق العمال
وتحسين ظروف عملهم، إذن هي تدافع عن العمال. أما المنظمات المهنية فالهدف منها هو الدفاع عن شرف المهنة، هو الارتقاء بالمهنة، هو تطوير المهنة ككل. إذن من خلال النص الأول سوف نقترح تعريف بسيط للنقابات. فكما تلاحظون النقابات عبارة عن اتحاد بين عمال يتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو مترابطة فيما بينها بهدف حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المادية والقانونية. نعم، إذن الهدف النقابة هي عبارة عن اتحاد بين عمال يتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو مترابطة فيما بينها بهدف حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المادية والقانونية. كمثال على نقابة هناك الاتحاد المغربي للشغل. أما المنظمات المهنية فهي عبارة عن اتحاد بين أبناء مهنة واحدة يسعون للحفاظ على شرف المهنة والارتقاء بمستواها. نعم، إذا المنظمة المهنية عبارة عن اتحاد بين أبناء مهنة واحدة يسعون للحفاظ على شرف المهنة والارتقاء بمستواها. كمثال على عن المنظمة المهنية هناك مثلا المجموعة المهنية لأبناء المغرب، فهذه المنظمة تدافع عن شرف هذه المهنة، تحاول تطوير هذه المهنة، تحاول الارتقاء بهذه المهنة. إذن كتقويم لهذه المرحلة لكي نعرف مدى استيعابنا لهذا المحور الأول، عرف النقابة والمنظمة المهنية. كذلك سوف تقومون بإبراز أهداف تأسيس كل واحدة منها. إذن كما قلنا سابقا أن النقابة هي اتحاد بين مشغلين بين مهن، هي اتحاد بين مشتغلين في مهنة واحدة أو مهن متقاربة بعضها مع بعض أو مترابطة فيما بينها بهدف حماية حقوق المشتغلين وكذلك الدفاع عن مصالحهم. أما أبراز أما أهداف تأسيس النقابة وهو الدفاع عن مصالح العمال وتحسين ظروف عملهم ماديا ومعنويا، في حين أهداف تأسيس المنظمات المهنية وهو تطوير المهنة، الارتقاء بهذه المهنة وكذلك تطويرها. وبالتالي بعد تركيبنا لهذه الإجابات السابقة نخلص إلى الملخص التالي الذي يمكنكم تسجيله عندكم، وهو كالتالي: النقابة تنظيم قانوني يتكون من الأشخاص المتعاطين لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، وهي تستهدف تحسين ظروف عملهم قانونيا وماديا. أما التنظيمات المهنية فهي اتحادات ومنظمات تضم أشخاص يشتغلون في مهنة واحدة وتسعى للحفاظ على شرف المهنة والارتقاء بمستواها وتطويرها، كما تسعى للحفاظ على مصالح أعضائها. كذلك أن الدستور المغربي ومدونة الشغل تضمن حرية الممارسة النقابية في بلادنا، كما أن التعددية النقابية تمثل مظهر من مظاهر الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات العامة. إذن أبنائي بناتي، في هذا المحور الثاني سوف نتعرف على شروط النقابة. إذن سوف نستعين بالكتاب المدرسي وسأقرأ عليكم النص التالي: يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة أو مهنة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض أو يتعاطون مهنة حرة واحدة، ويمكن أن تحدث نقابات فيما بين موظفين
غير أنه لا يمكن للأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام أن يستفيدوا من مقتضيات الفقرة الثانية. فصل خامس: ويمكن للنساء المتزوجات اللاتي يزاولن مهنة أو حرفة أن ينخرطن في النقابات المهنية وأن يساهمن في إدارتها وتدبير شؤونها. الفصل السادس: يجوز للقاصرين المتجاوز أعمارهم 16 سنة أن ينخرطوا في النقابات، اللهم إذا تعرض أباؤهم أو أمهاتهم أو أوصياؤهم على ذلك، غير أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارة المنظمات الآنفة الذكر إلا إذا بلغوا من العمر 18 سنة. إذا استخرج من الفصل الثاني الفئات الاجتماعية التي لا يسمح لها القانون بتأسيس النقابات. كما تلاحظون من خلال هذا الفصل، فالفئات التي لا يمكن لها تأسيس نقابات هم الأعوان المكلفين بالسهر على أمن وسلامة الدولة مثل الشرطة وكذلك الجيش. استخلص سبب تأكيد الفصل الخامس على حق النساء في ممارسة العمل النقابي. طبعا الدستور المغربي ينص على أنه من حق النساء المشاركة في تأسيس النقابات، ويرجع السبب في هذا التأكيد على حق النساء في ممارسة العمل النقابي اعترافا بحقهن ولإقرار المساواة. إذن سوف نستخرج الشرطين اللذين وضعهما المشرع أمام القاصرين لينخرطوا في النقابة، ونبين متى يسمح لهم بالمشاركة في إدارتها. إذن كما تلاحظون من الفصل السادس أن القاصرين لا يسمح لهم بتأسيس أو بالانخراط في النقابة إلا بعد أن تتجاوز أعمارهم 16 سنة، وأن يحصلوا على موافقة أولياء أمورهم. إذن القاصرين الراغبين في الانخراط في النقابة يجب أن تتجاوز أعمارهم 16 سنة بموافقة أولياء أمورهم. أما المشاركة في إدارة النقابة فلا يسمح به إلا بعد أن يتجاوز القاصر سن 18، أي عند بلوغه السن القانوني الذي هو 18 سنة. إذن سوف نتعرف على شرط من شروط تأسيس النقابة. فالنص المقتطف من كتاب منار ينص يقول: يجب على ممثل النقابة عند تأسيسها أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتب السلطات المحلية مقابل وصل إيداع القانون الأساسي للنقابة المزمع تأسيسها، والذي يتعين أن يكون مطابقا لهدف النقابة، وأن يحدد على الخصوص تنظيمها الداخلي وشروط تعيين الأعضاء المكلفين بإدارتها أو تسييرها، وكذا شروط الانخراط فيها أو الانسحاب منها. القائمة الكاملة للأشخاص الذين عهد إليهم بتسيير شؤونها أو إدارتها وفق المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العام. إذن من خلال هذا النص سوف نحاول أن نستخرج الوثائق الضرورية الواجب تقديمها للسلطات المحلية لمن يريد تأسيس نقابة. إذن هذه الوثائق: أولا القانون الأساسي للنقابة المزمع تأسيسها. إذن الوثائق الضرورية الواجب تقديمها للسلطات المحلية لمن يريد تأسيس نقابة: أولا القانون الأساسي للنقابة المزمع تأسيسها. كذلك لائحة تتضمن معلومات عن الأشخاص المكلفين بتسيير النقابة، لائحة تامة تتضمن
معلومات عن أشخاص المكلفين بتسيير هذه النقابة، ويضعون هذه الوثائق لدى السلطات المحلية. إن كان في البادية فهذه الوثائق توضع لدى مكتب القائد، أما في المدينة فهناك مكتب الباشا. إذا كتقويم لهذه المرحلة لكي نتعرف على مدى استيعابكم لهذا المحور، حدد، ستقومون بتحديد الفئات الاجتماعية التي لا يسمح لها القانون بتأسيس النقابة. إذن نعم، إجابتكم هي يجب أن تكون الأعوان المكلفين بحفظ وأمن وسلامة الوطن. نعم، أذكر شروط تأسيس النقابات. إذن من شروط تأسيس النقابات، إذا ملف لدى السلطات المحلية يتكون من القانون الأساسي للنقابة المزمع تأسيسها، وكذلك المعلومات التامة عن الأعضاء المكلفين بتسييرها وتتضمن معطيات عنهم. إذن بعد تركيبنا لهذه الإجابات سوف نخلص إلى الخلاصة التالية التي يمكنكم تسجيلها في دفاتركم. إذن يخضع تكوين النقابات لشروط محددة، من أهمها أن تضع لدى السلطات المحلية القانون الأساسي للنقابة المزمع إنشاؤها، لائحة تامة تتضمن معلومات عن الأشخاص المكلفين بتسيير النقابة. إذن سوف نتطرق إلى أساليب العمل النقابي. ما هي الأساليب التي تمارس بها النقابات الضغط على أرباب العمل من أجل تحقيق حقوق العمال المنخرطين في إحدى هذه النقابات؟ إذن من خلال هذه الخطاطة سوف نقوم باستخراج أساليب العمل التي تلجأ إليها النقابات لممارسة دورها في المجتمع، وهي كالتالي. إذن تعتمد النقابة على أساليب عدة، منها الحوار. فأول ما تقوم به النقابة وهو الدخول في الحوار مع أرباب العمل. فكما تلاحظون معي في هذا المحور، ونظرا للدور الأساسي المنوط بالمنظمة المهنية والنقابية للأجراء لكونها أطرافا فاعلة في تطوير اقتصاد الوطن، مما يقضي إلى الأهمية التي تليق بها، ولا سيما من خلال المفاوضات الجماعية باعتبارها حق من حقوقها الأساسية. وهذا النص مقتطف من المناقشة العامة لقانون الشغل بمجلس المستشارين. إذن من بين الأساليب التي تقوم بها النقابة من أجل تحقيق حقوق العمال المنخرطين فيها، وهو الحوار والمفاوضات مع ربي العمل من أجل الحصول على حقوق الشغيلة. إذن بعد فشل الحوار تلجأ النقابة إلى الإضراب عن العمل. يعني من بين أساليب عمل النقابة وهو الإضراب عن العمل، والإضراب حق من الحقوق التي ينص عليها الدستور وتخضع أيضا لقانون تنظيمي. كذلك من بين أساليب عمل النقابات وهو التنسيق بين النقابات، حيث يتأتى للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تتشاور بكل حرية في درس منافعها المشتركة والدفاع عنها. إلى هذا النص مقتطف من الفصل 19
من ظهير النقابات الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1957 والذي ينص على حق النقابات في التنسيق فيما بينها من أجل الدفاع عن مطالب قد تكون مشتركة وبالتالي تحقيق هذه المطالب بفائدة منخرطها من العمال وكذلك من الشغيلة. بالإضافة أيضا إلى هذه الأساليب التي تنهجها النقابة من أجل الحصول على حقوق العمال المنخرطين فيها، أيضا كذلك تستغل يومها العالمي أو عيدها العالمي يوم فاتح ماي الذي هو عيد العمال بالخروج إلى الشوارع حاملين معهم اللافتات مرددين من أجل المطالبة بحقوقهم وتسوية أوضاعهم وكذلك الحصول على المكتسبات لهذه الفئات. كما تلاحظون أو كما لاحظتم من خلال الصور، إذا لنتعرف على هذا اليوم وهو فاتح ماي. إذا يعود أصل الاحتفال بهذا اليوم إلى سنة 1884 حيث انعقد المؤتمر الرابع في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وبموجبه تقرر تحديد مدة العمل اليومي في 8 ساعات. ولم تحقق الطبقة العاملة الأمريكية هذا المطلب إلا بعد عدة مظاهرات واحتجاجات استمرت من سنة 1886 حتى سنة 1889، وعلى النموذج الأمريكي يبني المؤتمر العالمي الاشتراكي بباريس من نفس السنة فاتح ماي كيوم للعمال يطالبون فيه بحقوقهم. ولم تعمم العطلة والتأجير عن هذا العيد في معظم دول العالم إلا ابتداء من 1947. إذن سوف نقوم من خلال هذا النص بتبيين تاريخ الاحتفال بفاتح ماي لأول مرة، بتاريخ الاحتفال بفاتح ماي وأي. إذا تم الاحتفال بفاتح ماي لأول مرة بمدينة شيكاغو الأمريكية، وتم تعميم الاحتفال به ابتداء من سنة 1947. إذا ما هي أهم المكتسبات التي حققها العمال الأمريكيين؟ إذا من خلال النص نلاحظ بأن المكتسبات التي حققها العمال بأمريكا هي تحديد ساعات العمل في 8 ساعات في اليوم عوض 13 ساعة. وكما لاحظتم في دروس الجغرافيا دروس مادة التاريخ الثورة الفلاحية والصناعية أن العمال كانوا يشتغلون لمدة 13 ساعة متواصلة في ظروف سيئة ومزرية ولا يحصلون على سوى نصف ساعة من أجل وجباتهم الغذائية. إذن هؤلاء العمال بأمريكا استطاعوا أن يحققوا مجموعة من المكاسب وهي تحديد ساعات العمل في 8 ساعات وعوض 13 ساعة. إذن ما هي الأساليب التي سلكوها لتحقيق هذه المكتسبات؟ كما تلاحظون أبنائي بناتي من خلال هذا النص أنهم قاموا بتنظيم مظاهرات واحتجاجات من أجل تحقيق هذه المكتسبات. إذن استخلص أسلوب آخر تلجأ إليه النقابات لممارسة دورها في المجتمع. إذن الأسلوب الآخر الذي تلجأ إليه النقابات لممارسة دورها في المجتمع وهو استعراضات فاتح ماي. إذن تستغل النقابات هذا اليوم يوم عيدها حيث تنزل عيد العمال حيث تنزل إلى الشوارع، ينزل العمال إلى الشوارع حاملين معهم اللافتات مرددين الشعارات مطالبين بتحسين ظروف
عملهم. إذا كتقويم لهذه المرحلة، إذا أبرز أساليب العمل النقابي. وكما قلنا سابقا أن أساليب العمل النقابي، أولا هناك الحوار، هناك الإدراب عن العمل، هناك أيضا التنسيق بين النقابات، وكذلك استغلال الاحتفال بفاتح ماي من كل سنة. إذا أذكر تاريخ الاحتفال بفاتح ماي لأول مرة، كما ورد في من خلال ما سبق، سنة 1947. إذا كخلاصة لهذا المحور الأخير من هذا الدرس، وبعد تركيبنا لتلك الإجابات السابقة، نخلص إلى ما يلي. تستخدم النقابات وسائل عديدة من أجل الدفاع عن مصالح المنخرطين فيها، ومنها فتح الحوار والتفاوض بين المسؤولين النقابيين وأرباب العمل والمركزيات لطرح مطالبها، الإضراب عن العمل كوسيلة للضغط حينما لا يتم التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، استعراضات فاتح ماي حيث يحتفل النقابيون في كل مناطق العالم في اليوم الأول من فاتح ماي كل سنة بعيد العمال الذي يرجع تاريخه لسنة 1884 بمدينة شيكاغو. تعبر الطبقة العاملة في هذا اليوم عن أوضاعها بواسطة رفع اللافتات وترديد الشعارات أثناء استعراضهم في مسيرات تجوب الشوارع. كتقويم إجمالي لهذا الدرس، حاولوا أبنائي بناتي أن تقوموا بالإجابة عن الأسئلة التالية، وهي: عرف النقابات والمنظمات المهنية، أبرز أهداف تأسيس كل واحدة منهما، أذكر شروط تأسيس النقابات، أبرز أساليب العمل. وكخاتمة لهذا الدرس، تلعب النقابات والمنظمات المهنية دورا كبيرا في حفظ حقوق المنخرطين وتحقيق المزيد من المطالب الاجتماعية. إذا أبنائي بناتي التلاميذ والتلميذات، نأتي على نهاية هذا الدرس، نتمنى أن تكونوا قد استوعبتموه جيدا، على أمل أن نضرب لكم لقاء في فرصة قادمة مع درس جديد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.